مع ظهور أولى التجاعيد الصغيرة على البشرة، بنلجأ للتفكير بالكريمات، العلاجات التجميلية المكلفة والمؤقتة، ولكن ما لازم نتجاهل الدور الكبير للنظام الغذائي بتأخير شيخوخة البشرة. لازم نفكر فيه من عمر مبكر يا نور، مو لما تبدأ التجاعيد تطلع ساعتها منقول هلأ بدي أخفي التجاعيد، لأنه بعض الأطعمة بتعزز إنتاج الكولاجين والبروتين المسؤول عن ليونة البشرة وحمايتها من مظاهر الشيخوخة. هالبروتين بيقلل من ظهور التجاعيد ولكن بقل إنتاجه بالجسم بعد سن 25. لهيك رح نتعرف اليوم بفقرتنا على الأغذية اللي ممكن تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين مع اختصاصية التغذية ثواب الغبرة. أهلا وسهلا فيكي دكتورة. يا أهلا وسهلا ولدي. أهلا وسهلا فيكي دكتورة ثواب، اشتقنا لك، اشتقنا للأشياء الحلوة دائما بتخبرينا عنها والنصايح المفيدة والمهمة اللي لازم نحن ناخذها دائما بعين الاعتبار. البشرة، الشعر دائما هاجس كبير عند الستات والصبايا انه لازم يكون دائما برونقه، دائما البشره حلوه، ولكن عم نلجا تعال للكريمات للعلاجات المؤقته اللي ممكن ناخذ فيها نتيجه 5-6 شهور وبعدين نرجع للطبيعه الاساسيه. خبرينا اكثر عن بروتين الكولاجين بشكل اوضح. هلا بالبدايه مثل ما تفضلتوا، يعني هلا هو سبحان الله في فن بيتعامل مع اي شيء، يعني هلا الفكره الكولاجين هو بروتين ليفي، يعني اساسا الجسم بيصنعه بطريقة إنه هو يملأ كل عضو حسب شكله الهندسي، حسب وظيفته. هالأمور هاي، الكولاجين هو عبارة عن أحماض أمينية معينة تترتب بركبة جسم بشكل هندسي تتجاوب عندك ياها حسب العضو، يعني مثلا الكولاجين الوش والعضلات غير كولاجين الشعر، غير كولاجين الأظافر، غير كولاجين الركب والغضاريف والأمور هاي. كل شيء نسيج ضام بالجسم هذا بدنا نشوفه، بدنا نعرفه إنه هو عبارة عن نوع معين من الكولاجينات. المسؤول عن تصنيع التركيب الهندسي له هو الكبد. ونحن عندنا المشكله انه بمفهومنا اذا تعمق الانسان بهذا البروتين بحد ذاته بيفهم قديش غلط جدا انه انا افكر انه انا اذا بلعت حبتين كولاجين انا ساويت كولاجين بوشي او هي. هذا الكولاجين البروتين ببلش عندك يقل اصطناعه من بعد سن ال 25، يقل يصير ينسحب من الجسم حسب مثلا عوامل الاحتكاك، العوامل الحركيه، الظروف الخارجيه للشعر، الامور هي. لكن ما بقى بالجسم بيعود بيعوضه، لانه نحن بهالفتره بصير عندنا بشيء اسمه اذا بدي احافظ على الكولاجين اني في شغلتين اساسيات، امن الماده الاساسيه وارجع احفز تصنيعه، والشيء الثاني اني انا امنع تاكله من جسمي، امنع الهدم. يعني هلا بالضبط هذا هو، فبيجي بقى بيخلطوا لنا بالاغذيه انه في هاي هذا فيه كولاجين. مثلا اكله كثير مهمه هي الفليفله الحمراء، هي رائعة جدا لعملية عدم هدم الكولاجين الأساسي تبع جسمي. بيخلطوها مع أنه هي أكلة بتحفز إنتاج الكولاجين، لا، في شغلتين أنا ضبط الأمور فيها هاي الوصفات. لذلك جاي اليوم أني أنا نبه أنه في أكلة بتحفز اصطناع الكولاجين وأكلة بتقلل هدم الكولاجين بالجسم. لا، شيء مثل التدخين بيدمر الكولاجين تبع الجسم، بتكون واحدة عم بترجع بعيدة هالقصة أنه بتكون عم تعمل تنظيف بشرة وبتدفع آلاف المدري شو بالصالونات والتجميل وبتروح طالع لي سيجارة يا واحدة بتهد كل اللي عملته بثلاث سنين من امور تجميله وهالامور هي. فهي الفكره، مشان بكره لكانش عالم التجميل بعد لو كان فعلا هي حبات الكولاجين هي عم تعمل مفعوله مثل ما عم يحكوا بهالقصه هي، ليش فات عالم الفيلر وعالم البوتوكس والامور هي كلياتها؟ لو ما في شيء عم يتهدم والماده المالئه تاكلت، وخاصه وقت بيكون كمان نحن بنتعامل مع ريجيمات ونقاص وزن، اذا كان الاكل غلط بيهدم الكولاجين بالجسم. هلا حتى ما نفوت بهالتفاصيل برجع بقول في محورين، انا حافظ على كولاجيني القديم من الانهيار، وشيء ثاني اني انا شيء حفز اصطناع الكولاجين. حبه الكولاجين الخدعه السينمائيه اللي بياخذوا الشركات الصيدلانيه ملايين الدولارات من وراء هي الخدعه على النساء بالذات، هي عباره عن فعلا كولاجين، بس اي شيء بده يفوت على الامعاء الدقيقه بده يتكسر، اي بروتين لحمضه الامين، وهي المعلومه بناخذها من الصف الخامس الابتدائي، يعني معلومه ما بتخفي حالها. فهي الحبه عندك ياها ممكن تتحول لانزيم، لكولاجين، لبروتين، لهرمون، حسب ما يحتاج الجسم، مو بالشرط ابدا ترجع تتحول لكولاجين. فلذلك هالامور هي كلياتها عندي ياها وقت بيكتبوا لك ياها، وهي مستحضرات خطيره جدا ومبحوثه بالسوق بالعالم الهي. تماما. نحن مو ضد الفكره انه انا امن الماده الاوليه، بس انا في اليوم جاي على وصفات سريعه حتى ما فوت بدرس علوم طبيعيه،
وصفة صح لكولاجين البشرة، وصفة لكولاجين الشعر، لكولاجين المفاصل، مرضى الديس كمان، هذا كله كولاجين الغضروف. هنحكي فيهم وحدة وحدة يا دكتورة. يعني بس لنلخص المقدمة الجميلة اللي حكيتيها، نحن لما بناخذ حبوب كولاجين خارجية عن طريق الجهاز الهضمي، مثل كأنه وإنجاز التشبيه عم ناخذ هلام، هذا الهلام عم يوصل للأمعاء الدقيقة، بياخذ حاجته منا وما تبقى بالكولون بينتفخ الكولون، بصير انتفاخ، بيقولوا لك عسر هضم، بصير امور تانية. خلونا نبلش بكولاجين الشعر، طالما هلا موسم هر الشعر، كيف انا بدي اخذ كولاجين طبيعي لحتى يحافظ لي على الشعر؟ الشغله الاساسيه اللي انا قلت محورين للكولاجين، حتى حافظ على كولاجين شعري من عدم الهدم، اول شيء السشوارات، قبل ما احط اي سشوار على شعري، اي جيل على شعري، بعد الحمام بدي واقيات مثل ما بيقولوا الواقيات الحراريه، هلا موجوده هي كثير بالاسواق ومنتشره، اذا تعرض الشعر للحراره العاليه او للجيلات الكيماويه العاليه بياخذ قسم من كولاجين الشعر، بترق الشعره حتى لو كان ما عندي مشاكل بالبصله ملصيت. فهي بدنا ننتبه لها لعدم هدم الكولاجين الشعر. المادة الغذائية اللي بترفع كولاجين الشعر هي البيض أو البيض البريشت. البيض هو أهم مصدر بيخلي جسم يحفز اصطناع الكولاجين للشعر. هلا البيضة عندنا يا بيضتين، هلا كل عالم تقولي لي كوليسترول هذا الحكي الفاضي، أنا بقى هاي النظرية التغت من زمان يعني أساسا. إنه الصفار والبياض وقصص ثانية. البياض هو الأعلى، هو الأعلى، بس الصفار بيعطي الحمض الأميني تبع الشعر، لأنه الشعر فيه مركب كبريتي. فاللي بيرفع كولاجين الشعر هو البيض. الشيء الثاني نحن بنقول في بروتينات اشتهرت بالسوق إنه هي اللي بتعمل لك كولاجين للشعر، بروتين للشعر. اللي بيفوت فيها كمان شوية مرق العظام، بس أنا مو مع أبداً تبع صالونات التجميل إني أعمل، لأنه هي قاعدة هذا البروتين بمادة حافظة، اللي بده يعمل لي تغذية فيه للشعر، البروتين الشعر رح تيجي تقتله مادة الفورم الدهيد، خراب دام مدمر، غير إني أنا إذا استنشقتها هي مادة سامة جداً. فهلأ هالفكرة أنا ما لي فايتة على الأمور التجميلية قد ما أنا كغذاء للشعر، البيض عندي إياها إذا كان رقة الشعر وحس الإنسان عن شعره عم يتقصف، عم يهر من رقة الشعر، كتر الأصبغة والهلول الأمور والتميش والهي سحب اللون بيسحب سحب من بروتين الشعر. فأول شيء واحدة عاملة ميش عاملة هيك فورا تهتم بالبيض، بالبيض البريشت. النقطة الثانية كمان بهلام مرق العظام أو مرق الدجاج والأمور هي كلياتها، تحط واقي حراري للشعر قبل السشوار، هي رقم واحد. كمان زيت الزيتون له عامل لتحفيز اصطناع كولاجين الشعر. الشيء الثاني إذا انتقلنا لكولاجين البشرة هي كتير مهمة. خطوط العمل موجودة بوش الإنسان، هي بتكون عند ناحية السكسوكة، خطوط العين، هالأمور هي كلياتها. الكولاجين تبع البشرة اللي مهم هو مساج نقطي، لأنه هلا أنت أي إنسان انجرح في هناك مواد إنزيمات بالدم تبعث فورا للجسم إنه بعت لي هاي الإنزيمات اللي هي بناءة للكولاجين الضام. هلا نحن مو يعني أنا مع إنه الإنسان يجرح وشه أو إطلاقا، في تقنية القلم يمكن في دارما رول يمكن هي قصص هي بتشد مصنعات انزيمات الكولاجين للوش. وفي شيء مهم جدا هو الفليفله الحمراء والفليفله الخضراء، هي تمنع انحدار او تهدم كولاجين الوش، خاصه للناس المدخنه. حتى الرجال هو عم يحلق دهنه ما يتضايق اذا انجرح شوي، هي كثير رائعه جدا لكولاجين وشه. بس انا برجع بقول مو يعني انه يحفز يعني نحفز هي هالامور. التحفيز النقطي بترفع عندي الكولاجين تبع الوش، المواد اللي فيها فيتامين سي. النقطة الثانية في مادة اسمها البان الذكر، البان الذكر هي مادة نباتية جدا مضاد أكسدة، هي بتعمل على تحسين اصطناع كولاجين الوش. فبتمنع. هلا في كريمات كثير من البان الذكر، بس أنا ما بدي فوت بالأمور التجميلية، لكن أنا بلاقي أخذه للبان الذكر بحفز أنزيم بالكبد. كيف بتم أخذه دكتورة؟ بنقدر ناخذه، هو شديد المرارة بصراحة. صحيح. ما بحبه غلي ولا بحبه هيك، بناخذه سف مع مثلا معلقة، كيف بدي لك، أي شيء منكه مثلا بودرة عرق سوس ممكن ابلعه، أو شيء اخلطه مثلا بعسل وابلعه. في ناس بتحطه بكبسول وبتبلعه. فهذا بتحسي إنه قدرت أنا أستمر عليه فترة طويلة، هذا بيحفز كتير كولاجين البشرة. الشيء اللي بيهمني أمره جير الصبار، بيعمل عندي واقي رائع جدا لكولاجين الوش الخارجي، فبيعمل مرونة وبيعمل كمان عدم انهدام للبشرة.
إذا انتقلت لكولاجين المفاصل، وهذا كثير ناس بيهمنا أمرهم، الناس اللي عندها ديسكات، الناس اللي عندها مشاكل ركب، ناس مقدمة على عمليات تغيير مفاصل، الكولاجين تبع المفاصل أهم شيء له مرق العظام. هلا في ناس بتحسها زنخة مدى ما حطيتي شوية منكه فلفل الفليفلة الحمراء، يعني بفوتي فيتامين سي مع هلامة، صحيح الجسم رح يكسر مثل ما قلنا هذا الحكي، بس هي التركيبة تبع هلام العظم بالذات المادة الأولية الأساسية جدا لغضاريف الركب والغضاريف العمود الفقري، فحتما الجسم حيحاول يوجهها لهذيك الأراني. فالفكرة الأساسية وفيتامين سي إذا كان فيها توابل هي رائعة جدا بالنسبة لنا. بالنسبة لطفل عم ينمو بده يطولوا هذا الكولاجين كثير مهم. هلا بنلاحظ انه في احماض امينية كثير، الاحماض تبع الارجينين والهيك بيهتموا فيها، مع انه الكولاجين هو من اهم المكونات او الهي اذا الانسان عم يراقب طفله ليطول بيطولوا فيها، لانه الكولاجين بناء الهلام مو الهلام النسيج الضام العظمي. فانا بلاقي كثير كثير صح الجيلاتين النباتي، وهلا انا مع الجيلات بهيك سن نمو، مع انه بيقولوا لك انك اخصائي تغذيه وانت بتوصفي ملونات وهيك، هلا المتوفر يعني نحن كبلادنا يعني اذا شغله ايجابياتها اكثر من سلبياتها فليش ما ناخذها؟ يعني جيلات الاولاد الصغيره ما بتعذبك باخذها كاسه الحليب، الاهالي ممكن تطلع عينهم يعني لا ليش الجيلات ماده عندي اياها رائعه جدا. هلا مشان نحكي نحن ببلادنا بتصنع ببلادنا، يعني ان شاء الله ما بتكون لا من مشتقات الخنزير ولا اي شيء، بس الفكره انا جيلاتين الحيوان وجيلاتين النباتي رائع جدا لشيء اسمه نمو الاطفال. في كمان شيء للاعصاب، اذا صار في عندنا مثلا عصب ورك مثلا عرق النساء كمان الكولاجين رائع جدا لتخفيض مشاكل الوجع هذا، لانه بيرمم ماده الميلاينين طبعا العصب، والعصب اساسا الاوتاد والتهاب الاوتاد كلها مواد كولاجينيه ضامنه. فيعني هذا الكولاجين عن جد في له فن بالاخذ وله فن في التعامل وله فن كمان كيف انك انت كمان انسان عنده مثلا مشي بسرعه قاسي على نسيجه، كمان اي رياضي كثير مهم انه يرمم بعد عمليه النادي الكولاجين تبعه اللي خسره، مو فقط ينتبه على تضخم عضله، لانه هذا الوتر اللي حامي 70 عصب إذا تأذى لا سمح الله التحش بالفرشة عنده يا 3 شهور، اللي عملوا إصابة طويلة اللي عملوا نفسنا بيروحوا منه بثلاث أيام أربعة أيام. تماما، يعني معلومات كثير مهمة أخذناها من حضرتك دكتورة، إن شاء الله كل مشاهدينا يكونوا استفادوا منها، وفعلا الغذاء ونعرف كيفية تناوله فعلا بيساعدنا لحتى نبني جسمنا صح ونحافظ على الشباب. شكرا كثير لك. يا أهلا وسهلا يا أهلا. شكرا كثير لك دكتورة.